طالما الحكم لم يطلق صفرة نهاية فإن هدف واحد لا يكفي للفوز بالنقاط الثلاث وانتزاع الصدارة. خطأ لمصلحة إبراهيموفيتش، ينفذ الضربة الحرة مباشرة وباتو يصوب في المرمى، هدف ثاني للميلان. إذا باتو يفعلها ويقتل المباراة في الدقيقة 30 في أول نصف ساعة. إصابة أخرى من باتو لشباك ييفو، ألكسندر باتو البرازيلي نجم الأمسية يسجل هدفين وفي المرتين صناعة إبراهيموفيتش. زلاتان إبراهيموفيتش يقوم بدور غير قيادي، يقوم بدور المهاجم الثاني، يقوم بدور الصانع الممرر. لاحظوا هنا كيف نفذ ضربة الحرة بذكاء ودهاء، من حقه طبعا، من حقه أن ينفذها مباشرة ولا ينتظر الجدار الدفاعي. يلعب الكرة لباتو، وباتو حاضر دائما، باتو جاهز، باتو لا يخيب الأمل ولا يضيع الفرصة. تأتيه الكرة فيطلقها مباشرة في الشباك، البرازيلي الشاب حاضر. صحيح أن يعني لم يكن ضمن تشكيلة البرازيل في كأس العالم لا هو ولا رونالدينيو، ولكنه ربما كان يستحق مكانا في تشكيلة ضربة مرمى لفائدة الميلان. لاحظوا ماذا فعل إبراهيموفيتش، أخذ الكرة من ضربة حرة نفذها مباشرة مرة مباشرة، وباتو كان حاضرا يصوبها في الشباك. ذكاء كبير من إبراهيموفيتش وجاهزية ممتازة من باتو وتفاهم.